أسعد الله ومساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها. بشرم الشيخ وعلى هامش مؤتمرات أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو تستقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية. الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة تضمن دعوة ملكية للقطاع الخاص من أجل الاطلاع بدوره في التنمية وإنجاز المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية والاستثمار في القطاعات الواعدة. جهة الدخل وذي الذهب تعيش على إيقاع دينامية تنموية متسارعة في ظل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشاريع ضخمة وأوراش كبرى تؤسس لمستقبل أفضل ليس فقط لساكنة المنطقة بل لامتدادها الأفريقي عبر الجرجرات. مرحبا بكم من جديد. بتعليمات سامية من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بشكل مشترك مع كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع اليوم الثلاثاء بواشنطن الاجتماع 12 للجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع. وذكر بلاغه للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الذي يرأس وفدا عسكريا هاما عقد بهذه المناسبة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البنتاغون بهدف مناقشة التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه مستقبلا. وبشرم الشيخ وعلى هامش الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي استقبلت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو الثلاثاء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو والمنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو السيدة أرليث سودانونو. من شرم الشيخ مراسلة هدى مساهل والعربي نهيري. انخراط المغربي والتزامه بمصاحبة تنفيذ مشروع الصندوق الأزرق لحوض الكونغو يتجسد من جديد في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو والمنسقة التقنية للجنة المناخ لحوض الكونغو السيدة أرليث سودانونو. لقاء يبرز انخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالعمل في الجهود المبذولة لصالح القارة الإفريقية التي تتعرض بشكل كبير لانعكاسات التغير المناخي ودعمها بما يتناسب وحجم الضرر الذي يعرقل تحقيق التنمية المستدامة ببلدانها. وفي السياق نفسه تفعيل عمل لجنتي المناخ المتعلقتين بحوض الكونغو وبمنطقة الساحل اللتين تم إطلاقهما بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله خلال القمة الإفريقية الأولى للعمل والتي انعقدت على هامش مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش، ويتعين أن يحظي بالأولوية لدى الآليات الدولية للتمويل المناخي. J'aimerais déjà remercier sa majesté le roi du Maroc vraiment pour cet engagement. أريد في البداية أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التزامه. كان قد اقترح على هامش مؤتمر الكوب 22 الذي انعقد بمراكش تنظيم قمة العمل والتقارب الإفريقية. هذه القمة كانت لها أهمية كبيرة وقد غيرت دورة العمل الإفريقي. اقترح ثلاث لجان اهتمت بقضايا التغيرات المناخية. واليوم هذه ليست فقط مقاربة واقتراح، نحن في طور l'opérationnalisation. ولمنطقة حوض الكونغو أهمية بيئية كبيرة، فهي الرئة الثانية للكوكب بعد الأمازون وأدوارها هامة في محاصرة الكربون لتكون حصنا ضد تغير المناخ بالعالم. ومن هذا المنطلق يتجسد انخراط صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو والدفع بالجهود الرامية إلى دعم هذه المنطقة للاستفادة من الآليات التمويلية المتعلقة بالمناخ وتحقيق الأهداف المسطرة منذ قمة برازافيل الأولى. Son Altesse,
رويال. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء والتي نتشرف باستضافتها لنا، وبفضل توجيهاتي الكبيرة لصاحب الجلالة وبكونها سفيرة للنوايا الحسنة للصندوق الأزرق لحوض الكونغو، تتبنى مبادرة حشد وتعبئة الموارد الأولى للصندوق خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد غدا مع وزراء الدول الأعضاء في لجنة حوض الكونغو ومع المانحين ومختلف الشركاء الماليين والتقنيين. وسنطلق هذا النداء لأجل الدعم والتمويل، لأنه لدينا اليوم برنامجا للاستثمار. وقد حضر الاستقبال الذي حظيت به المسؤولة الكونغولية من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي، وسفير المغرب بجمهورية مصر العربية السيد أحمد التازي، والسيدة نزهة العلوي الكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعن الجانب الكونغولي السيد أندريا فريدريك فادالي مستشار الوزيرة الكونغولية، والسيدة فلوروتين مابين المديرة العامة لحوض الكونغو. الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة تضمن دعوة ملكية للقطاع الخاص من أجل الاطلاع بدوره في التنمية وإنجاز المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية والاستثمار في القطاعات الواعدة. سعيد الإدريسي ومصطفى ودة. شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء حدثا بارزا وبالغ الأهمية، حيث استعرض البرنامج التنموي المندمج والذي خصص له غلاف مالي يفوق 77 مليار درهم من أجل إنجاز مشاريع هيكلية اقتصادية واجتماعية وصلت نسبة إنجازها 80%. مشاريع تنموية وبنيات تحتية مؤهلة تجعل من هذه الأقاليم قبلة للاستثمار، حيث دعا جلالته القطاع الخاص إلى الانخراط في مسلسل الاستثمار بجنوب المملكة. وفي هذا السياق المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، كما ندعو لفتح آفاق جديد أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. الخطاب الملكي السامي يدعو القطاع الخاص إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بالأقاليم الجنوبية، لا سيما المشاريع ذات الطابع الاجتماعي وفتح آفاق جديدة، وذلك اعتبارا للدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية. ثمن جلالة الملك في خطاب الإنجازات للمشروع وبرامج التنمية في الصحراء، وبالتالي دعا في أفق هذا النجاح الاستراتيجي المرسخ والمعمق لمغربية الصحراء، دعا القطاع الخاص للمشاركة في هذا الخيار وفي هذا القرار من أجل أن تزيد نجاحا، وبالتالي فالقطاع الخاص مطالب بأن يشارك ويساهم بقوة في هذه المشاريع للتعبير عن مسؤوليته وعن روحه الوطنية. مشاريع تصب في اتجاه القطاعات الواعدة، الاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. اليوم الميناء الداخلة الأطلسي، ثم أيضا الطريق السريع تيزني الداخلة، هذه البنيات التحتية الأساسية من شأنها أن تبرز لنا قطبا تنمويا جديدا في جنوب المملكة وعلى مشارف إفريقيا. هنا دعوة صريحة لجعل القطاع الخاص قطاعا شريكا في التنمية إلى جانب القطاع العام. إذن أمام نحن الآن أمام رهان أساسي هو التجاوب الإيجابي للقطاع الخاص من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية. رؤية ملكية استشرافية ودعوة متجددة للقطاع الخاص من أجل لعب دوره الاستراتيجي والتنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وجعلها قطبا اقتصاديا واستثماريا ذو إشاع وطني قاري ودولي. بجهة الدخلة وادي الذهب مسار تنموي متسارع، أوراش كبرى ومشاريع ضخمة تشهدها الجهة بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، طفرة نوعية وكمية للمشاريع ذات البعد الأفريقي وتلك التي تلامس حاجيات ساكنة الجهة. تقرير محمد الوهيبي.
جهة الدخل وادي الذهب تعيش على إيقاع تواتر المشاريع وتنفيذ المسطر من الأوراش المهيكلة المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة. تجسيدها ميدانياً تكريس لدور الجهة كقاطرة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وقطباً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات وحلقة تجسر بموقعها الاستراتيجي بين أوروبا والمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. من المشاريع الكبرى المعززة للروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي ميناء الدخل الأطلسي، مشروع يتطلب غلافاً استثمارياً يفوق 12 مليار درهم. بنيته التحتية المينائية مجهزة بمنطقة لوجستية صناعية تبلغ مساحتها 50 و600 ألف هكتار، ومنطقة للتبادل التجاري وأخرى مخصصة لتثمين أنشطة الصيد البحري في أفق اطلاع ميناء الدخل الأطلسي بدوره كمنصة قوية وتنافسية للمستثمرين. أهمية الميناء ستتقوى بمشروع الربط البري المتمثل في الطريق السريع تزنيت الداخلة، مشروع ملكي ضخم بمساحة 55 ألف كيلومتر، خصص له غلاف مالي يقدر بعشرة مليارات درهم. سيعزز موقع الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة، وسيساهم في إرساء محور تجاري بين المغرب وموريتانيا في اتجاه إفريقيا. وقع الطريق السريع تزنيت الدخل اقتصادي اجتماعي معزز للعلاقات بين الشمال والجنوب ومرسخ للجانب الروحي وللروابط العريقة بين المملكة ومجالها الإفريقي. وتراهن الجهة على إقامة منطقتين متطورتين للتوزيع والتجارة في المعبر الحدودي القرقرات وفي بئر قندوز لجذب المستثمرين المغاربة والأجانب. فبفضل المشاريع عرفت الجهة نموا ديمغرافيا وتوسعا عمرانيا، وكذا بالنظر للمؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها الجهة وتتمينا لها سيتم إحداث محطة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه للري على مساحة تبلغ 5000 هكتار، وكذا للمياه الصالحة للشرب لفائدة مدينة الدخل والمناطق المجاورة. وتيرة متزايدة تنجز بها المشاريع بجهة الدخل وادي الذهب لتثمين المؤهلات الترابية واستدامة الموارد الطبيعية، يوازيها اهتمام بالبنية التحتية، وهو ما جعل من مدينة الدخل جوهرة سياحية ووجهة مفضلة للسياح من منطلق طبيعة شواطئها الساحرة ومقومات فنادقها المصنفة المستجيبة لمتطلبات زائر الجهة. المعطل البيئي ركيزة من الركائز التي جعلت الدخل قبلة تستقطب رياح خليجها هو تركوب الأمواج بالألواح الشراعية والكيتلون. رياح لؤلؤة الجنوب برمالها وأمواجها تمظهرات تجتذب عشاق الطبيعة والممارسين العالميين لرياضة البحر. وبشرم الشيخ المصرية تتواصل قمة قادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 مع التركيز على دول الجنوب غداة صرخة مدوية للأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة التحديات المناخية عبر العالم. عبد الوهاب الكعراطي والتفاصيل. أجمع معظم المتدخلين من قادة الدول والحكومات في مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 في شرم الشيخ بمصر على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم، مشددين على ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز أن البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك، داعيا إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة ولصالح البشرية. The global climate fight will be won or lost. مواجهة التغيرات المناخية إما أن تنجح أو تفشل في العقود المقبلة، لكن الشيء الأكيد هو أن من لا يواجهون هذه التحديات سيفشلون، لذا دعونا نواجهها معا كي ننتصر. تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهز العالم، وهي النزاع في أوكرانيا والتضخم الجامح وخطر وقوع ركود وأزمة الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية وأزمة الغذاء. وهذه الأزمات المتعددة الجوانب قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات، رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا هذا العام مع فيضانات قاتلة وموجات قيض وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل.
وينبغي أن تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 والذي يقضي بحصر الاحترار بدرجة ونصف مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية. باقي محطات الخبر الدولي نتابعها مختصرة، والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية وانتخابات التجديد النصفي التي تشهد تنافسا حادا بين الديمقراطيين والجمهوريين. إبراهيم المرزوقي. في انتخابات مصيرية وحاسمة قد تحدد العلاقة خلال العامين القادمين بين البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، توجه اليوم الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية والتي سيتم خلالها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات. ويبدو التنافس على أشده بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الانتخابات. في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية على عدة جبهات جنوب وشرق أوكرانيا خصوصا مقاطعة خرسون ودونيتسك، يعود الحديث عن المفاوضات بين موسكو وكييف إلى الواجهة. الجانب الروسي أعلن اليوم أنه ليست له شروط مسبقة لبدء المفاوضات مع أوكرانيا سوى إبدائها لحسن النوايا، في حين اشترطت أوكرانيا انسحاب روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية. رغم خفة حدة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، ما تزال المنطقة تعيش أجواء التوتر والترقب مخافة انفلات الأوضاع في المنطقة. كوريا الشمالية وصفت اليوم سلسلة التجارب الصاروخية القياسية التي أجرتها الأسبوع الماضي بأنها كانت إجراء مضادا وعادلا في مواجهة مناورة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وجارتها كوريا الجنوبية، وكانت كل من سيول وواشنطن وطوكيو قد أدانت تلك التجارب. وفي أخبار المؤسسات التشريعية، تضمنت جلسة الأسئلة الشفوي بمجلس المستشارين سؤالا محوريا حول الأشخاص في وضعية إعاقة وأسئلة حول العنف ضد النساء وحماية الطفولة من التسول والتشغيل. لنتابع. الأجوبة كانت في إطار المرجعيات اللي هي توجيهات سامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وتعزيز يعني ركائز الدولة الاجتماعية البرنامج الحكومي، وقمنا بتوضيح عدد من الأمور خاصة فيما قامت به الوزارة هذه السنة من تحسين وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة بفضل الدعم ديال البرنامج الحكومي ديال 500 مليون درهم، وأيضا في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية اللي غادي يساعد بواحد القوة على تحسين وضعية أولا تحسين الاستهداف وتحسين وضعية الأشخاص في وضعية هشاشة بصفة عامة بالدعم للأسر اللي عندها أطفال متمدرسة أو اللي ما عندهاش أطفال متمدرسة. ففيما يخص أيضا العنف ضد النساء، وضحنا بأن هناك هذه السنة الوزارة قامت بتنزيل 82 فضاء لمحاربة العنف ضد النساء فيهم الإيواء الاستعجالي، وهذه كان واحد المجهود جبار قمنا به. فيما يخص الطفولة، الوزارة اشتغلت على يعني أولا تقييم ديال الجزء الأول أو البرنامج التنفيذي الأول 2015-2020 ديال السياسة المدمجة لحماية الطفولة، واللي كان ما تفعلش يعني 100%، كان يعني عدد كبير من الأهداف ديالو ما كانت ما تحققتش، ولم يتم بلورة البرنامج الثاني 2020-2025. فحاليا عملنا تقييم واشتغلنا على تصور ديال البرنامج الثاني، وانعقدت اللجنة التقنية وغدا تنعقد إن شاء الله برئاسة السيد رئيس الحكومة اللجنة الوزارية اللي غادي نقدموا فيها هذا البرنامج المندمج. وفي شأن البرلمانية دائما، واصلت اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات، البداية بلجنة القطاعات الاجتماعية مع أحمد بن خديجة وفؤاد الحرش. اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة برسم السنة المالية 23 و2000.
اجتماع اليوم بحضور السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بعد تقديم المشروع من السيدة الوزيرة. اليوم لدينا اجتماع للمناقشة لهذه الميزانية الفرعية. كما ناقشت ذات اللجنة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 23/2000. بدورها ناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم السنة المالية 23/2000. وبمجلس النواب دائما عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2023. اجتماع مماثل للجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 2023. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2023. سنتناول بالبحث والتحليل جميع الاختصاصات التي كلفت بها هذه الوزارة، وسنرى معها الآثار الإيجابية على جميع القطاعات المتعاملة معها. تمنى إن شاء الله نوفق في هذا القطاع المهم الذي له علاقة بالإدارة وبالاستثمار وبالإدارات الرقمية. بدورها عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا للمناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 23/2000. وبالعاصمة الرباط تم تنظيم الندوة الختامية لمشروع التوأمة بين الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي. المشروع الذي امتد على مدى 10 أشهر يضيف إلى تقوية قدرات مستخدمي الوكالة. تفاصيل مع خديجة زروال وعبد الفتاح زوين. مشروع التوأمة بين الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقوية قدرات مستخدمي الوكالة وتبادل الخبرات في مجال تقييم مسالك التكوين والتقييم المؤسساتي. دعم الوكالة في تكوين سواء موظفي الوكالة أو خبراء الوكالة، تأهيل الوكالة وإعدادها للتقييم من طرف الوكالة الأوروبية لتقييم وضمان الجودة، والمشروع الذي وضعته الوزارة تسريع لإصلاح منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. مشروع التوأمة الذي امتد على مدى 10 أشهر هو بدعم من طرف الاتحاد الأوروبي الذي سخر عددا من الخبراء في المجال من أجل مواكبة المشروع. النتائج كانت إيجابية وحققنا الأهداف التي سطرناها. اشتغلنا على مسالك تكوين الخبراء وعلى التواصل، كما اشتغلنا أيضا على كيفية تطوير خبراء الوكالة من أجل مواكبة عملية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في أفق 2030. للإشارة، فالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي أنشئت من أجل تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة. تحديات حماية حقوق الإنسان في عالم متغير هو محور ندوة نظمت كلية الحقوق السويسي بالرباط بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تفاصيل هذا اللقاء نتابعه مع عبد المجيد حلاوي وعدنان الهراس. العالم يتغير باستمرار خاصة في السنوات الأخيرة، وكل تغير بهذا الحجم يطرح تساؤلات عميقة حول تحديات احترام حقوق الإنسان. واللقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش يهدف إلى استحضار وتحليل هذه التحديات والبحث عن سبل مجابهتها.
هذه التحديات قد لا تبدو يعني مرتبطة بحقوق الإنسان بالمعنى الكلاسيكي، لأنها تتعلق أساسا بالمناخ، إشكالية التغير المناخي، تتعلق بإشكالية تمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تتعلق كذلك بالإشكاليات المتعلقة بالهجرة والمشاكل المتجددة للهجرة، وخاصة هذه المسألة الهجرة مرتبطة بشكل كبير كذلك بالتغيرات المناخية، والمغرب معني في هذا الموضوع بشكل كبير. وهناك يعني مجموعة من المقترحات كذلك التي يشتغل عليها المجلس والتي سوف يضعها رهن إشارة الفاعلين المعنيين. سنوقع اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق السويسي وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص يعني اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، اللي هي عبارة عن إطار التعاون بين الكلية وبين المجلس، ويعني الكيفية التي يمكن من خلالها طلبة ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي أن ينجزوا بحوث للتخرج في إطار الماستر تهم مواضيع لحقوق الإنسان، وخاصة بعض المواضيع التي تندرج في أجندة اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الوقت الراهن. هذا اللقاء يهدف من خلاله كل من كلية الحقوق السويسي بالرباط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إثراء النقاش العمومي بخصوص تحديات حقوق الإنسان في هذا العالم المتغير. دور القبيلة في الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال ملحمة المسيرة الخضراء موضوع ندوة تم تنظيمها في طرف فعاليات موسم الوالي الصالح سيد المختار السباعي بجماعة سيد المختار بإقليم شيشاوة. في المتابعة سمي بالعياشي والمعتصم بلال بوعزاوي. يعتبر موسم الولي الصالح سيد المختار ملتقا للثقافة الصحراوية، هو مناسبة لالتئام قبائل الصحراء المغربية من أولاد أبي السباع من أجل إحياء صلة الرحم بين قاطني المنطقة وأهاليهم المتواجدين بالأقاليم الصحراوية. هذا الموسم هذا اللي كيعرف عدة أنشطة ثقافية دينية اجتماعية رياضية، من عروض فن التبوريضة، من سهرات فنية كبرى، من ختم البخاري اللي كيكونوا الطلبة كدير لهم واحد الكريم ديالهم، من ندوات ثقافية، وكيعرف حضور مجموعة ديال القبائل من الأقاليم الجنوبية ومجموعة ديال الناس من جميع أنحاء المغرب اللي كيسيروا الأواصر ديال صلة الرحيم يعني مع القبيلة. هذا الموسم كيدوز الهدف منه هو ربط أواصر الأخوة المتينة، واللي ولا سيما بالنسبة للسباعيين اللي متواجدين في الأقاليم الجنوبية. موضوع الندوة لم يأتي من فراغ، خصوصا ارتباط قبيلة أبناء أبي السباع بالصحراء المغربية ومجموع القبائل المجاورة لها. يعني موضوع الندوة وتزامنا مع ذكرى الخالدة المسيرة الخضراء المضفرة. مداخلات الندوة سلطت الضوء على أدوار ومساهمات القبائل الصحراوية من أولاد أبي السباع في الدفاع عن الوحدة الوطنية بالمحافل الدولية، كما قدمت شذرات تاريخية ومواقف مشرفة لهذه القبائل في الدفاع عن الوطن، بالإضافة إلى مشاركتها في المسيرة الخضراء المظفرة. هذه القبيلة التي تعتبر من بين القبائل الرئيسية المساهمة في الدفاع عن وحدة الوطن، وليس هذا وليد اللحظة أو وليد التاريخ القريب، بل هو من تاريخ قديم. منذ تأسيس القبيلة في خلال منذ بداية القبيلة خلال القرن 15 و16، يعني ساهمت في مجابهة الغزو الإيبيري. ثمنوا هذاك التاريخ اللي جلالة الملك المغفور له رحمة الله عليه الحسن الثاني بعيد المسيرة، ونوصوا قبيلتنا الشرفاء ولاد السبع للدفاع عن وحدتنا الترابية. يعني فهمتوا لي انه واجبنا كوطني ندافع عن ترابنا. هذا وتوجت الندوة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. زاوية أيتوسا إرث متجدد ونفحات دينية وطنية راسخة، شعار الموسم السنوي لزاوية أيتوسا والذي تنظمه جمعية السلام للتنمية والثقافة والرياضة بالجماعة الترابية وللدحو بإنزنكان. هي مناسبة تم خلالها استحضار مجموعة من العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية والتاريخية. حجب التامك وعبد الغني الطهراوي. بالجماعة الترابية ولاد دحو بعمالة إنزقان أيت ملول، أحيت قبائل أيتوسا موسمها السنوي، مناسبة يتم من خلالها إحياء صلة الرحم والتواصل بين كافة أبناء القبيلة القادمين من مختلف مناطق المملكة.
اليوم المجيء ديالنا الموسم اللي هو موسم زاوية إيتوسا من أجل يعني ربط أواصر الأخوة والزيارة زيارة الأقارب وجميع أهل المنطقة. وبالمناسبة هذه الزاوية هي فرصة للتزاور ما بين جميع أفراد القبيلة اللي كيجوا من جميع الأماكن من الوطن الحبيب. هذه فرصة للتواصل من بعد جائحة ديال الكورونا اللي منعت هذا يعني الاحتفال بهذه الذكرى اللي عادة كنحتفلوا بها، وبالتالي كانت فرصة سانحة مرة أخرى لتجديد يعني الأواصر التآخي والمحبة، وكذلك من أجل يعني تضارس مختلف يعني الأمور اللي كتهم القبائل وكتهم الوطن والمملكة المغربية بصفة عامة. وخلال هذا الموسم يتم تنظيم معرض يبرز مجموعة من العادات والتقاليد المعروفة عند أهل الصحراء. الأهمية ديال هذه الزاوية هو واحد نقطة التقاء ديال الأهالي، وتكون واحد صلة ديال الأرحام ما بين جميع المكونات ديال القبيلة، وكذلك هي فرصة سامحة للتجار والحرفيين لعرض الصناعة التقليدية ديالهم والأثاث الصحراوي والعادات والتقاليد ديالهم. موسم سنوي دأبت جمعية السلام للتنمية والثقافة والرياضة على تنظيمه لاستحضار مجموعة من الخصوصيات الثقافية والتاريخية المتوارثة عن الأجداد. احتضن مهرجان الإكليل الثقافي بالعاصمة الرباط الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة فقرة الخيمة الثقافية لتقديم عدد من الإصدارات الجديدة في شتى المجالات. فالخيمة لها رمزية الأصالة والمعاصرة ولها عدة تجليات من بينها تعميم الثقافة. تفاصيل مع إيمان السلاوي وعبد الفتاح زوين. هي خيمة تختزل أبعاد التراث والأصالة والمعاصرة احتفاء برمزية الكتاب وبالثقافة لتعميم عدد من الإصدارات القيمة لجمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة حتى يتسنى لأكبر عدد من المتشوقين والشغوفين الاطلاع على جديد المنشورات التاريخية والفنية والشعرية. دائم لإصدارات ومنشورات جمعية رباط الفتح. ثانيا إقامة بعض اللقاءات والندوات أو توقيعات أو تقديم مؤلفات، واخترنا هذه السنة ثلاث مؤلفات جديدة. الأول يتعلق بثقافة التطوع من خلال ثلاثة أسماء اهتمت بهذا الجانب: المرحوم الحاج عثمان جوريو، الدكتور عباس الجراري، الأستاذ عبد الكريم بناني. اللقاء الثاني سوف يرتبط بإحدى شعراء مدينة الرباط باللغة الفرنسية، وهو الأستاذ كمال الزبدي. مهرجان الإكليل الثقافي متنوع ومتعدد الروافد الثقافية، وهذه الخيمة هي البعد الآخر المتعلق بالتنمية والهوية الوطنية لعدد من الشخصيات التي أثرت الخزانة المغربية. وبالعاصمة الرباط دائما استفاد حوالي 300 شخص من الفئة المعوزة من حملة طبية للكشف عن الإصابة بالقدم السكري. هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مرضى السكري حول أعراض هذا المرض وحثهم على العناية بالقدم. عبير الملوكي والمهدي شطيبي. يؤثر مرض السكري على جميع أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى حدوث العديد من المضاعفات أبرزها الإصابة بالقدم السكري. الفحص الدوري للقدم يحمي من المضاعفات الخطيرة التي تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة البتر. قلبوني رجلين الصبح وحتونا الخشيبات وحتونا المكادية التنسيو وحتونا المكادية بشكل عبر السكر. جيت باش ندوز على رجلي، أنا مريضة بالسكر، قالوا يدير البومادة ورجليك ناشفين. يتعرض مرضى السكري أكثر من غيرهم لمشاكل الإصابة بالقروح والجروح والالتهابات الحادة، وجميعها عوامل قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر العضو المصاب ما لم يتم التدخل الطبي. حملة حساسية بالنسبة لهذا المرضى اللي تيتعرضوا بزاف لأمراض القدم، وهذاك الأمراض واخا تكون بسيطة تتقدر تطور وتعطينا مضاعفات خطيرة اللي تتأدي بالبتر ديال القدم. لذلك هم واجب عليهم أنهم يديروا ولو مرة واحدة في السنة زيارة عند اختصاصي في الأقدام. أصعب حاجة عند مرض السكر هي الرجل، الله يحفظ لما كانش عنده واحد العناية كبيرة تيمكن تفطر، وحنا الهدف ديالنا هي العناية ومشاهدة هاد الناس المهوجين.
هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مرضى السكري حول علامات وأعراض هذه الأمراض وحث هؤلاء المرضى على العناية بالقدم. وإلى بن سليمان، حيث نظمت عمالة الإقليم بشراكة مع فعاليات مدنية قافلة بالدراجات النارية والسيارات تخليدا للذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة. القافلة جابت شوارع المدينة تجسيدا لحدث المسيرة الخضراء. ليلى عسلي وعبد الرحمن زيان. من شتى ربوع المغرب انطلقوا، وببن سليمان كان اللقاء للاحتفاء بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء. مشاركون عن جمعيات لرياضة السيارات والدراجات النارية جابوا أحياء هذه المدينة في قافلة تسلط الضوء على ملحمة خالدة لمسيرة شعبية سلمية حاشدة انطلقت من شمال المملكة المغربية لتحرير أقاليمنا الجنوبية. تظاهرة بهذه المناسبة هذه فيها التحام ما بين كاينين الناس من المغرب كاين ناس من الخارج اللي هما لبوا النداء ديالنا باش ننظموا هذه التظاهرة لأول مرة في مدينة بن سليمان. تظاهرة ذات بعد تضامني تحمل رسائل تحسيسية غرضها التعريف بحدث المسيرة الخضراء خاصة لدى النشأ والأجيال الصاعدة وترسيخها لديهم. نخلد اليوم ذكرى المسيرة الخضراء، ومن خلال هذه التظاهرة نسعى لتسليط الضوء على جزء مهم من تاريخ بلدنا العزيز، وكذا تكريم 350 ألف مشاركة ومشارك ضمن هذه الملحمة السلمية. ونتمنى من الله إن شاء الله باش ما تكونش ماشي التظاهرة الأولى ولا الأخيرة، وإن شاء الله بإذن الله كنعطيكم موعد إن شاء الله السنة المقبلة بأحسن وجه وأحسن ظهور إن شاء الله. تظاهرة تضمنت تقديم لوحات فنية واستعراضية مناسبة لاستحضار عبقرية هذه الملحمة الخالدة المسيرة الخضراء والأهمية التي يكتسيها هذا الحدث البارز في تاريخ المملكة المغربية. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع لبنى بن رامي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية. من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي بشرق الواجهة المتوسطية بالمنطقة الشرقية بالريف والأطلسي المتوسط مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة. لباقي جهات المملكة الأجواء قليلة السحب إلى غائمة خصوصا بالأطلس الكبير وبسفحه الشرقية. درجات الحرارة الدنيا أو العليا ستصل مقيسها إلى 27 درجة بوجدة، 24 درجة ستسجل بفاس، 23 درجة بمدينة الرباط، بمراكش مرتقبة 29 درجة، بالسمارة 33 درجة، و26 درجة ستسجل بالقويرة. أما حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية، قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البوغاز، هائج إلى كثير الهيجان ما بين العرائش والعيون، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. ختاما مشاهدينا هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. بشرم الشيخ وعلى هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المناخي، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء سفيرة النوايا الحسنة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو تستقبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية. الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة تضمن دعوة ملكية للقطاع الخاص من أجل الاطلاع بدوره في التنمية وإنجاز المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية والاستثمار في القطاعات الواعدة. جهة الدخلة وادي الذهب تعيش على إيقاع دينامية تنموية متسارعة في ظل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. مشاريع ضخمة وأوراش كبرى تؤسس لمستقبل أفضل ليس فقط لساكنة المنطقة بل لامتدادها الأفريقي عبر الجرجرات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.